بون نام جي هي بركة قصر من فترة سابي في بيك جي، يقع في منطقة 117 دون نام ري بويو إيو بي بويو دن تشونغ تشيونغ نامادو. وهي عبارة عن بركة صناعية في الفيلا، وتسمى بون نام جي بناء على سجلات في سانجوك ساجي. وفي المنطقة الشرقية من البركة جناح حجري رخامي مثمن الشكل، بقي بلاط السقف وحجارة الأساس. تم تصنيفه كموقع تاريخي كوري رقم 135 في عام 1964. تم إجراء مسح دم نامجي 9 مرات من عام 1990 حتى الوقت الحاضر. ونتيجة للتحقيق، تم العثور على بقايا مختلفة مثل الممرات المائية الاصطناعية، خزانات المياه الخشبية والآبار، وبقايا الطرق والأراضي الزراعية البلورية ومواقع أفران الفخار. وتم تحديد مواقع بناء الأعمدة التي تم إنشاؤها خلال فترة سابي، وتم التنقيب عن الآثار من القرن السادس إلى القرن السابع ومن القرن الثالث إلى القرن الرابع. تم استخراج الألواح الخشبية بشكل رئيسي من طبقة الطين الرسوبية داخل الممرات المائية الاصطناعية وخزانات المياه الخشبية التي تم إنشاؤها واستخدامها حوالي القرن السادس. أنها تحتوي على أسماء المناطق الإدارية وأسماء الأشخاص وأسماء الأماكن وحقيقة استصلاح خزان المياه. بخصوص غونغ نام جي في سام غوك ساجي، تاريخ الممالك الثلاث بيك جي بونجي، تاريخ الممالك الثلاث في العام 35 للملك مو في عهد 634، تم حفر بركة إلى الجنوب من القصر في شهر مارس، وتم سحب المياه إلى ممر مائي يبلغ طوله 20 ري، وكانت هناك أشجار الصفصاف من جميع الجوانب حول حافة الماء. ويقال أنه تم غرس الأشجار وإنشاء جزيرة في وسط البركة لتقليد جبل بانجان سيون سان داخل قلعة بومسان سيون التي كانت القصر الملكي في فترة أمبيجين في بيك جي. تم التنقيب عن بركة يعتقد أنها من ذلك الوقت، بالإضافة إلى أحد المباني موقع يفترض أنه موقع القصر الملكي. في سانغوك ساغي، تاريخ الممالك الثلاث في السنة 37 من حكم الملك مو في عهده، هناك سجل يفيد بأنه تم إقامة وليمة للمسؤولين في مانهايرو في أغسطس. وفي سجل السنة 39 سجل أنه في شهر مارس طاف الملك قارباً على الأرض ولعب مع زوجته ومحظياته في القصر. من هذا يمكننا أن نرى أن غونغ نام جي لم يكن الاسم الذي أعطي عندما كان في البداية تم إنشاؤها، ولكن كان يطلق عليها ببساطة اسم داي جي خلال فترة بيك جي. ويبدو إذن أنها كانت كبيرة بما يكفي لركوب القوارب، ولا توجد سجلات دقيقة لحجمه، ويبلغ حالياً حوالي 10,000 بيون فقط بقايا.